أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. في هذه الأهداف نتذكر أمور كثيرة حدثت في حياتنا بحضور هذه المباراة، بمتابعتها في الديوانية، بمشاهدتها في البر في تلك المرحلة، ومشاهدتها في كل مكان كانت ترتبط الأهداف، في ذكريات جميلة في تجمع الأسرة الكويتية على متابعة تلك المباريات، الحضور إلى أرض الملعب. أهداف، كل ما تشوف هدف تقول حق اللي صاحبك اللي يبك تذكر الهدف هذا وين كان وين شفناه فيه. بعد الفاصل لنا حديث. القادسية والعربي أيضا من المباريات الجميلة، خاصة إذا كانت السالفة مباراة خروج المغلوب أو نهاية كأس الأمير أو كأس ولي العهد، دائما تحظى في اهتمام كبير. القادسية والعربي مو بس الكويتيين يتابعونها، أيضا حتى في دول مجلس التعاون الخليجي لها هذه المباريات العربية القادسية، لها حضور، لها متابعة نجومية كبيرة تعود إلى سنوات طويلة. الحضور الملعب في فترات كانت بوقت مبكر، مباريات كانت تحظى في جمهور كبير جدا، ربما خفت خلال السنوات الأخيرة، لم تعد مباريات تحظى بذلك الاهتمام الكبير من قبل الجماهير خلينا نقول، ولكن تبقى مباريات العربي والقادسية عملاقان كبيران. سنشاهد العملاقان ماذا فعل في بطولة كأس الأمير. الفائز منهم يدش في الدور قبل النهائي. اللعب طويلة. عسعوسي وجاسم يعقوب. جول 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 جاسم حلوة. تخط مع التراب سمير محمد علي قاعد يطالعها وتدق على شماله محرز الهدف الاول في الدقيقه 10 من الشوط الاضافي الاولاني. واحد لا شيء، واحد لا شيء القاسية على العربي في الدقيقه 10 يحط القاسية جول على العربي. جاسم يعقوب اليرموك أول فريق كسر احتكار العربي والقادسية وفاز ببطولة كأس الأمير، واخذوا الكاس ذاك الوقت ودوه جزيرة فيليتشا، أخذوا في اللنج فترة السبعينات، بداية السبعينات لعبوا مباراة أمام العربي والجميع كان متوقع أن العربي يفوز، ولكن فاز نادي اليرموك، حقق المفاجأة ونقل الكأس إلى جزيرة فيليتشا وسط فرحة كبيرة في تلك المرحلة، تلك الجزيرة الجميلة. ولكن دعونا نتحدث أو نشاهد مباراة القادسية واليرموك، وهي من المباريات التي أيضا تحظى باهتمام كبير. دعونا نشاهد المباراة. ريم التماس اللعب توصل لفرق ريم حتى بالجول مش لفرق ريم جول 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 كرة رادة إلى فاروق إبراهيم، إلى فاروق إبراهيم، كرة حلوة شايتها عطل مباشرة مغطين على حارس المرمى دفاعات اليرموك بحطة قوية بالجول فاروق محرز الهدف الأول في الدقيقة 31. توني قاعد أقول مرة 30 ترى دفاع اليرموك ينجح ولا لا، فعلا قدر القادسية فاروق إبراهيم كرة داون دقيقة 18 مصلحت له وطامرة شوية على يمينه بيحطها على شمال حارس مرمى نادي اليرموك. اللعب فاروق ابراهيم سعود ابو حمد جاسم يعقوب فيصل الدخيل كتاب الجول هذا الجول هذا الجول الله الله كره حلوه جاسم يعقوب على طول على ريل فيصل الدخيل يمر من واحد في الدقيقه 32 بيحط الهدف الثاني. فيصل الدخيل كره حلوه بيحطها بشماله على شمال حارس مرمى نادي اليرموك في دقيقتين جولين للقادسية على اليرموك. صمد اليرموك قدر هجوم القادسية يحط جولين في دقيقة 31 و 32 يحط فيصل الدخيل الهدف. شفنا مباراة القادسية والكويت، أيضا سنعود إلى مباراة العربي والكويت. والعربي والكويت أيضا كما هي مباريات القادسية
ايضا والكويت ايضا مباراه العربي والكويت لها ايضا اهتمام كبير. وهذه الفرقة الكبيرة التي كانت مع بداية انطلاق الرياضة الكويتية بداية الستينات لا زالت حتى الآن لها حضور، لها جماهير، لها ارتباطات في نجومية كبيرة في تلك المرحلة وحتى هذه المرحلة. دعونا نشاهد الكويت العربي. اللعب إلى عباس تركي دفاع شمال فريق نادي الكويت بشوت أرضية تصل إلى حضر الجول بعد الجول بعد الجول كرة محمد عبد الله يطلع لها عبد النبي حافظ بيحط محمد عبد الله بيتابعها عبد النبي حافظ بيحاول انه يمسكها بتطوف منه وبتلتز الكرة منه وبتدش على يمين عبد النبي حافظ محرز الهدف الاول محمد عبد الله الهدف الاول لصالح فريق نادي الكويت في الدقيقة 29 في الدقيقة 29 محمد عبد الله كرة النقلة قدام الجول بحسب شماله على يمين عبد النبي حافظ حارس مرمى النادي العربي طبقة 18 فريق النادي العربي بتصلح محمد عبد الله بيستق الخطأ بحسب شماله على يمين عبد النبي حافظ اللعب كرة في نص الملعب كويت واحد العربي لا شيء محمد شعيب كرة معه محمد شعيب في عرض الملعب يلعبها لا معي لا زهير كرة مع زهير اللي بيحاول يلعب عرض القطر بحسب الجول هذا الجول الهدف الثاني في الدقيقة 30 في أقل من دقيقة نادي الكويت كرة وقت اللعب من زهير في عرض الملعب توصل للدفاع العربي يطلع كرة أمام الجول توصل لمحمد عبد الله اللي بيحط يمينه فيها وبتدش على شمال عبد النبي حافظ محرز الهدف الثاني في أيضا مباراة العربي والكويت حطينا لكم مباراة أيضا الأهداف اللي شاهدتوها سنشاهد أيضا مباريات لأهداف مجموعة من الأهداف مباريات العربي والكويت وعلى فكرة العربي والكويت ربما تميزوا بقدرة المهاجمين والقدرة الهجومية المميزة في خط الوسط والهجوم ربما الكويت مرحلة السبعينات كان منتصف السبعينات كان هو الأكثر لأن العربي تراجع مستواه في تلك الفترة دعونا نتوقف أمام أهداف لمباريات العربي والكويت بادية قوية والجمهور بديتها قوة تصل إلى زهير عبد الخالق إلى محمد عباس الكويت كرة معه بيحل كرة خاطئة بحظ الملعب تحطها براس رمى تصلح إلى عايد العربي بيأخذها بيلعبها جت توصل قساسي بيصلحها بعد ملعب تلعب مرة توصل إلى محمد شعيب عم يلعبها إلى العنبري دمر العنبري بحطها بالجول وحطها العنبري الله الله يا عنبري الله يا عنبري حلوة 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 جميلة في عرض الملعب العنبري بيزدوها الشمال قوية على طول وبيحطها الجول أولاني في الدقيقة في الدقيقة ثلاثة في الدقيقة ثلاثة العنبري كرة معها حلوة أحبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف إن شاء الله استمتعتوا في مجموعة من الأهداف المميزة حاولنا ناخذ حقب مختلفة عن عمر الرياضة الكويتية فيها الأشياء القديمة خاصة أن الأشياء القديمة الآن الناس تحبها وتتذكرها ومثل ما نحكي نقول دائما قديمك نديمك في مثل هذه المباريات وهذه الأهداف إن شاء الله ألقاكم باكر على خير فالكم طيب من اليوم ودوم مع السلامة وجاسم شاك بالجول شاك بالجول شاك بالجول شاك بالجول شاك بالجول شاك بالجول شاك بالجول